الجولة الأولى من مباراة رجاء ونهضة أتلتيك زمامرة عن الجولة 14 من الدوري الاحترافي الأنمي لكرة القدم كانت واحدة من المباريات الأكثر تعقيدا عن هذه الجولة. المباراة التي قاد الحكم عادل زراق نهضة أتلتيك زمامرة عبر لحسن دحدوح وكرة لكن من دون خطورة. نهضة أتلتيك زمامرة تبنى فكرا دفاعيا كان متماسكا واعتمد على الهجمة المضادة للاعبي المميز عبد الصمد المباركي. تسديدة من محسن متولي لم تذهب بعيدا عن المرمى. الرجاء الشاهد في بعض الفرص للوصول لتحقيق هدف أول. سفيان رحيمي أبرز فرصة في الجولة الأولى وتألق الحارس ياسين الحواصي. نهضة أتلتيك زمامرة أحرج ناسا زنيتي الذي تدخل بصعوبة لإبعاد الخطورة. عاد نهضة أتلتيك زمامرة بخصوص من كرات ثابتة بحثا عن هدف التعادل لكن جهوده لم تعطي أي جديد. النهضة في كرة ثابتة عبد الصمد المباركي والفرص التي ضاعت كانت الخطورة تتضح مرة لكن في غياب الجرأة الهجومية وفي غياب الهدف تنتهي الجولة الأولى 0-0. الجولة الثانية من مباراة نهضة أتلتيك زمامرة ورجاء رياضي. رجاء انطلق بقوة وتمكن من تشكيل الخطورة مع انطلاق هذه المواجهة. كرة عبد الجليل شبيرة وتدخل ياسين الحواصلي لإبعاد الخطر. عبد الإله حافظي من كرة ثابتة يمهد طريق لليبي سند الورفلي لتسجيل أول هدف في المباراة لرجاء من كرة ثابتة. سعادة كبيرة للاعبي رجاء. نهضة أتلتيك زمامرة عاد وشكل الخطورة من قدم عبد الصمد المباركي الذي يسدد بعيدا عن المرمى. عاد عبد الصمد المباركي لتشكيل الخطورة كان واحد من أبرز رجالات هذه المباراة. سفيان رحيمي حاول المراوغة والتوغل في منطقة الجزاء لكن تدخل عبد الخالق مندوش. عبد الجليل أجبيرة كرة عرضية في منطقة الجزاء لكن لم تصل الكرة لبين مالونغو الغير محدود. الرجاء عاد من كرة ثابتة تسديد الكرة من سند الوفلي بعيدا عن مرمى ياسين ليسجل نهضة أتلتيك زمامرة هدف التعادل عبر البديل زهير الوصلي لتصبح النتيجة هدف لهدف في مباراة الجولة 14 من الدوري الاحترافي الأنوي لكرة القدم. الرجاء حاول أن يسجل هدف آخر لكن فرص نادرة لم تغير جديد شيئا من نتيجة هذه المباراة. هنا أبرز فرصة زكريا الهبطي كان قريبا من قتل المباراة وتسجيل الهدف الثاني.